السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 101 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. نشوفوا الحصة الثانية، عندنا استثمر، استعمل أجزاء كل شريط وأحسب الفرق وأكتبه. نستثمر هذه الأجزاء ديال الشريط، مثلا هذا الشريط مقسوم على أربع أجزاء متساوية، يعني المقام ديالو هو أربعة. هنا واحد على أربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة، يعني مجموع أربعة على أربعة هي الشريط بأكمله، هو الواحد. إذن هنا أربعة على أربعة نقصنا منها هاد الجوج، يعني هاد واحد على أربعة وواحد على أربعة قطعناهم مثلا بالمقص، شحال بقى لنا هاد الجزء هذا شحال كيساوي؟ طبيعة الحال نقصوا أربعة ناقص اثنان تساوي اثنان على أربعة هي اللي بقات لنا. باش نتأكدوا هي واحد على أربعة، واحد على أربعة هي اللي بقات لنا هنايا، اثنان على أربعة. إذا أربعة على أربعة نقص منها اثنان على أربعة تساوي اثنان على أربعة. نمر للجزء الآخر لحداه. هنا هذا الشريط اللي هو واحد قسمناه على 8 ديال الأجزاء، واحد على 8، واحد على 8، 8 ديال الأجزاء، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8. إذا ولكن هاد 8 ديال الأجزاء هادو لولنا منهم 4 على 8، ها هي 4 على 8 اللي ملونة، يعني 4 ديال المربعات من 8، 4 أجزاء ديال الشريط. إذا 4 على 8 هي هادي، هي هاد الزرقاء، ياك نقصنا منها 3 على 8 طيرناهم، هادو اللي ضربنا عليهم، اما قطعناها بالمقص اما طيرناهم. شحال بقات لنا ملي نقصنا منهم هاد 3 على 8؟ 1 على 8، 1 على 8، 1 على 8 هي 3 على 8. اذا شحال غيبقى لنا؟ كانت 4 على 8 نقصنا منها 3 على 8، شحال بقات لنا؟ بقات لنا هادي 1 على 8 اللي شاطت لنا من هاد 4 على 8. اذا 4 على 8 ناقص 3 على 8 كتساوي 1 على 8. هاد الشريط هذا كيعاوننا باش نحاولوا نفهموا كيفاش تمت العمليه ديال الطرح، كيفاش درنا الناقص. نستمر، تابعوا معايا. هنا عندنا الشريط واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 قسمنا على 8، ياك 8 أجزاء، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8، 8 على 8 هي واحد، هو شريط كامل. حنا ملونين منه شحال؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا الجزء الملون شحال؟ 7 على 8، ياك هاد 7 على 8 قطعنا منه هاد الطريف هذا، يعني حنا هذا كامل هاد 7 على 8 نقصنا منه غير هاد الطريف هذا، هاد 1 على 8 نقصناه منه شحال غيولي؟ إذا شنو بقى لنا ملي نقصنا هاد الطريف؟ غيبقى لنا هذا 1 2 3 4 5 6، لاحظتي هاد 1 2 3 4 5 6 2 4 6، إذا شحال بقى لنا؟ 6 على 8. إذا 7 على 8 نقصنا منها هاد 1 على 8 طيرناه بالمقص ورميناه، بقات لنا 6 على 8. نمر اللي حداها. إذا هاد الشريط هذا شحال غيكون فيه 6؟ لأن المقام ديالو 6، هاد 1 2 3 4 5 6، شحال ملونين منه؟ ملونين 5 ديال الأجزاء من 6، هاهي 5 على 6. نقصنا منه هاد الطريف هذا، ياك نقصنا منه هاد الطريف هي 1 على 6، شحال بقاو لنا؟ بقى لنا هذا وهذا وهذا وهذا، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا بقات لنا 4 على 6، واضح؟ إذا ديما كيكون عندنا نفس المقام كتسهل علينا العملية ديال الطرح ولا الجمع، كنساو المقام وكنديرو العملية الطرح ديال البسطين، 5 ناقص 1 هي 4، بحال كنساو هذه اللي هنايا، نساها وكندير الناقص لهاد الفوقاني، 5 ناقص 1 4، هنا 7 ناقص 1 6، وهنا 4 ناقص 3 1، لكن عندنا نفس المقام، لكن عندنا نفس المقام. هنا 4 ناقص 2 هي 2 طبعا. نمر إلى أتذكر، شنو فيها؟ نشوف شنو فيها. وداكشي اللي قلتكم ها هما عدلوا لك في أتذكر، شنو قال لك؟ قال لي حسابي فرقي عددين كسريين، عندنا جوج عددين كسريين بحال اللي شفنا الفوق، باش نحسبوا الفرق بيناتهم، نوضحوها. بحال دابا هادو اللي هنا، هادو عددين كسريين، وهادو عددين كسريين، باش نحسبوا الفرق بيناتهم، ولكن حساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام، ضروري يكون عندهم نفس المقام، ولما كانش عندهم نفس المقام خصنا نوحدوا المقام، وهذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله في الرابع وفي الخامس والسادس. اذا عندنا عددين كسريين لهما نفس المقام، شنو كنديروا؟ احسبوا كما قلت لكم قبيله فرق البسطين واحتفظوا بنفس المقام. كنحسب فرق البسطين هي 5 ناقص 1، كنحط 4 ونخلي نفس المقام، عندنا 6 كندير 6 هنا، هنا 7 على 8 ناقص 1 على 8 كنغطي مثلا
المقام وكنحسبوا 7 ناقص 6 هي 6، ونقول هذا البسط ونقول هذا المقام هذا ونحطه هنا، كندير الفرق ما بين البسطين كنحطه وكنولي نقول المقام وكنديرو لتحت بنفس الطريقة. هنا قال لك بور كالكولي لحسابي اللي كنحسبها بور كالكولي لا ديفيرونس الفرق باش نحسبوا الفرق دو دو فراكسيون ديال جوج اعداد كسريه، هما لي دو فراكسيون دو فراكسيون دو ميم من نفس دينوميناتور، دينوميناتور هو المقام من نفس المقام. جو كالكول كاحسبو لا ديفيرونس الفرق ديال دي دو نيميراتور، نيميراتور هما اللي كيكونوا الفوق هو البسط، كنحسبوا الفرق ما بين البسطين اي جو غارد واحتفظو جو غارد لو ميم دينوميناتور واحتفظ بنفس المقام كنحطو تحت هذاك الفرق اللي درتنا واللي درتو بسط، فهمت؟ اذا كنحسبوا اذا كان نفس المقام كنحسبوا الفرق ديال البسط نحطو ونحط تحته واحد المقام من هادو ام جوج. نديرو التطبيق مثلا هنا 6 ديال المثلثات في هذا القرص، هاد 6 الاجزاء في هذا القرص ياك، اذا 6 على 6 هي واحد القرص، فهمت؟ شنو نقصنا منه؟ نقصنا منه اللي ملونين، شحال نقصنا منه؟ هذا القرص كامل فيه 6، 1 2 3 4 5 6 ديال الاجزاء ياك، 6 من 6 6 على 6 نقصنا منهم 4 ملونين من هاد 6، 4 ملونين، اذا ناقص 4 على 6 شحال بقاو لنا؟ بقاو لنا 2 على 6 بهذا الشيء اللي شفناه في القاعده، يعني بحال درنا 6 ناقص 4 كتساوي 2 وكنحط 6 ديال المقام تحتها. انتبه هذا الشريط اللي هو 1 قسمناه على شحال من جزء؟ 8 اجزاء، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 على 8 1 على 8 هذا 8 اجزاء، شحال لونا من هذه الاجزاء؟ 1 2 3 4 5 6 7، اذا بغينا نعبروا عليه بعدد كسري غنقولوا 7 اجزاء ملونه من 8 اجزاء، اذا 7 على 8 وشحال قطعنا منهم؟ احنا حيدنا هذو اللي قطعنا منهم شحال؟ 1 2 3 4 نقصنا منهم 4 على 8، ملي نقصنا هاد 7 ناقص 7 على 8 ناقص 4 على 8 نديرو نفس الطريقه نغطيو المقام ونديرو 7 ناقص 4 تساوي 3 ياك، نحطو 3 ونحطو هاد السطر هذا نشوفو شنو عندنا في المقام ونحطوه بطبيعه الحال بكل سهوله. تابعوا معايا نمر النشاط اللي بعده. قال لك اثناء حفل عشاء في واحد الحفله ديال العشاء جلس حول طاولة 10 أشخاص، واحد الطاولة جلسوا عليها 10 ديال الناس في واحد الحفلة ديال العشاء، إما سبوع إما عرس إما اللي بغا يكون، المهم طابلة كيداروا عليها 10، المغاربة كاع كيديروا 10 ديال الناس في الطابلة، 4 على 10، 4 من دوك العشرة، 4 من دوك العشرة أطفال دراري صغار، و4 من دوك العشرة بنيوتات صغار، والباقي راشدون والباقي كبار، إذا وحددوا الكسر الذي يمثل عدد الأطفال والطفلات معا وعدد الراشدين. فهمت؟ اذا هنا هانت ها الطفلات ها الاطفال ها الراشدون ياك، اذا نجمعوا الطفلات مع الاطفال شحال كتجي؟ تابع هنا شنو طلبوا منا؟ قالك احدد الكسر الذي يمثل عدد الاطفال والطفلات معا بجوج، اذا الاطفال والطفلات شحال؟ 4 على 10 و4 على 10 هي 8 على 10 ياك، هاد جوج 3 4 على 10 وهنا 4 اخرين ديال الاولاد على 10 شحال هي 8 على 10، وشحال ديال الراشدون؟ عندنا 8 على 10 زائد شحال يبقاو لنا؟ الراشدون هي 2 على 10، شحال كيساوي لنا المجموع؟ هو 10 على 10 هو المجموع، يعني 10 من 10، اذا هنا 10 على 10 ناقص 8 على 10 ياك، شحال بقاو لنا دابا ديال الراشدون؟ 10 على 10 نقصوا من 8 على 10 ديال الاطفال والطفلات هي 2 على 10 هي ديال الراشدون، فهمت؟ هانت 10 على 10 ياك نقصنا منهم 8 على 10 ديال الاطفال والطفلات، اطفال والطفلات 8 على 10 عطاتنا 2 على 10 ديال الراشدون، انتهى. هذه الصفحه 101.